قبل ما ارد على مكالمة نص الليل، المكالمة دي ردها عند كل اللي بيسمعونا. حاجة تسمعوا مكالمة واللي انتوا شايفين ان هي او هو مفروض يعمله تبعته لنا على 1-92-7. تعال نرد. الو. الو. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيكي، اتفضلي، احنا سامعينك. انا مدمنة. حضرتك مدمنة؟ اه. تمام، مدمنة ايه بالظبط يا فندم؟ مدمنة جنس. وهو بالفعل في ادمان، وهو الجنس اي شيء بيزيد عن حده بيوصل للادمان. طب حضرتك متجوزة؟ المشكلة ان حضرتك بتمارسيه ما بمارسه مع اي حد، ما بحسش بنفسي. تمام. طب وحضرتك عرفتي ازاي انك انت مدمنة لما لقيتي الموضوع خرج عن السيطرة؟ ده كنت خارج عن السيطرة وبقالي مدة كبيرة جدا، حاولت كتير 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 اتعالج، مش عارفة. اخر حاجة وصلت لها اللي هي مستشفى الامراض النفسية، طلبوا مني ان انا اتحكي. رحت في الاول اتوني علاج، بس العلاج ده بينيم جامد قوي. كان ايه؟ اتوني علاج بس بينيم. بينيم؟ وانا بشتغل مقدرش ان انا انام فترة طويلة، فطلبوا مني ان انا لازم اتحجز في المستشفى كذا مرة. فانا للأسف مقدرش اتحجز عشان شغلي وعشان بيتي، مينفعش. عشان هي معروفة المستشفى دي لو حد اتحجز فيها يبقى لازم يبقى مدمن. وهتتحجز قد ايه يا فندم؟ ما سألتش الصراحة، انا كنت رافضة مبدأ الحجز. هو انت عايشة مع مين؟ عايشة مع ماما وبابا. تمام. فلما هيبقى الناس عمالة تسأل انت رحت فين وجيتي منين وليه؟ انا خايفة عليهم، انا مش على الناس، انا خايفة عليهم هما. ان انا هيتعرفوا ان انا اتحجزت في المستشفى دي يبقى لازم ان انا كده يبقى انا مدمنة. انا مكلم اتنين. طب انا عندي كام سؤال. المستشفى دي قريبة ولا بعيدة عن بيتك؟ لا، ما يعني هي معقولة بس مش قريبة، بس ايا كان مكانها انا عندي استعداد اروحها كل يوم. بس هما هناك مصممين ان انا اتحجز، هناك مش جايب معايا نتيجة. طب حضرتك تاني، حضرتك من القاهرة ولا من اسكندرية ولا من محافظة تانية خالص؟ لا، القاهرة. تمام. ماشي. فحضرتك دلوقتي عايزة تتعالجي وهم عايزين يحجزوكي في المستشفى، وانت مش عارفة هتعملي ايه لو اتحجزتي في المستشفى. ده معناه ان انت هتعملي فضيحة لأهلك. هنا في الشغل، صعب جدا ان انا اتحجز، مش عارفة اتصرف. انا هقفل مع حضرتك حالا وهنتظر رد السادة المستمعين، وبشكرك جدا ان انت اتكلمتي معايا في حاجة زي كده، وبشكرك جدا ان انت يعني ان انت واقفة مع نفسك وان انت بتحاولي. علاقتك بربنا مش دعوة بيها. لا، علاقتك بربنا دي انا مش دعوة بيها. انا بتكلم ان انت بتحاولي تطلعي نفسك من اللي انت فيه، دي حاجة حلوة، وده الصح اللي انت بتعمليه. ان انت بصيتي للامر اللي انت فيه ان انت ده مرض وانا عايز اتعالج منه. فانا بحييكي، واكيد اكيد اكيد هتطلع من اللي انت فيه، بس خلينا نشوف نطلع ازاي. انا بشكرك جدا على مكالمتك. شكرا. مع السلامة. زي ما حضرتك سمعتوا في مكالمة نص الليل، هي مدمنة، والادمان اللي هي فيه هو ادمان علاقة جنسية، وهو بالفعل بقى اي شيء ممكن بني ادم بيعمله بشكل يعني زايد عن الحد بيوصل لإدمان. هي كل ما هنالك هي عايزة تتعالج، بس هي راحت مستشفى ومستشفى قالوا لها انت فعلا عندك مشكلة ولازم تقيمي في المستشفى وتتحجزي فيها. ف الناحية التانية هي اتحجزت في المستشفى، هيبقى في نوع من انواع الفضيحة لأهلها، فهي مش عارفة تعمل ايه. معلش انا اسف اللي بعت رسالة بيقول لا حياء ولا دين ولا اخلاق، وهو بيسيء للمجتمع. هو حضرتك عرفت منين انها ما عندهاش دين وحك يعني ولا اخلاق؟ طب ما هو ده ربنا الغفور الرحيم، يعني هي ايا كان هي في حاجه غلط عملتها وهي عايزه تتعدل من الموقف، فبلاش الاسلوب ده. فاحنا عايزين نرد حضراتكم هي تعمل ايه.
حل المشكله اللي هي فيها ايه. بس منتظرين رد حضراتكم على 1-92-7 صاحبه مكالمه نص الليل تعمل ايه. رجعلكوا تاني على ما يجي افهم.